هذا يعني كل كتلة سياسية بالتالي شنو طموحها؟ بأنها تصل إلى السلطة تطبق برنامجها. دكتور حيدر العبادي؟ نعم حيدر العبادي يوافق عليه بقية الكتل؟ هذا يبقى على المنصب الشان بعدين راح نتوافق. أنتم من دخلتوا إلى تحالف القوى على أساس أنه منصب رئيس مجلس الوزراء للدكتور حيدر العبادي؟ لا إحنا مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء في تحالف القوى الدولة الوطنية والدكتور حيدر العبادي مثل ما مرشح الكتلة الصدرية ومثل من التيار الصدري مثل ما مرشح كتلة الفتح مثل السيد هادي العامري. قصدي أنه الحكمة مثلا إحنا متفقين داخل التحالف متفقين نعم. أنه المرشح مالكم يكون دكتور حيدر العبادي. نعم زي. أما فيما بعد فيما يخص موقع رئيس الوزراء فهذا يعتمد على عنصرين رئيسيين. الأول هو الكتلة العددية لمقاعد مجلس النواب بهذه الكتلة أو عدد الأصوات التي سيحوز عليها كل كتلة سياسية والتوافقات السياسية الوطنية في مبعد الانتخابات. إحنا ننسى هذا العنصر، إحنا نتكلم فقط بالكتلة العددية. هناك توافقات سياسية وإحنا خب كنا نعرفها متفقين عليها. إذا ماكو توافقات سياسية ما تشكل الحكومة صحيح لا فإذا رئاسة الوزراء تعتمد على عدد الأصوات اللي تجيبها كل كتلة وكذلك التوافق السياسي الوطني. إحنا الوطني بين قوسين ما بعد الانتخابات. هاي اثنين. نعم. هم غفلتي لي وحدة. وهي الأساس. وهي. أنا اليوم أغفل مثلا الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية أنه يكون لها قرار ما تصل إلى مرحلة القرار قد يكون لها رأي. منو اللي مجدد الولاية للسيد حيدر العبادي؟ يعني جبيته مثلا من الجمهورية الإسلامية على عدم رضا. يا ست آيات إذا جايتك مو أنا جايتك بين هناك إرادة للقوى السياسية الداخلية. يعني اليوم إحنا لا ننسى بأنه السيد مقتدى الصدر وفي تصريح تلفزيوني وعلى قناة مهمة صرح بأنه أقرب شخص لديه لرئاسة الوزراء هو الدكتور حيدر العبادي. فهو اعترف بنفسه بأنه الشريك الآخر رفض بأن يكون الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء في حينها فلم يتم التوافق. يعني أنتوا أقرب من إحنا قريبين مع الجميع. والدليل الوثيقة الإصلاحية التي أعلنها السيد مقتدى الصدر السيد هادي العامري والسيد مقتدى الصدر والسيد أيضا حيدر العبادي.